ونخش على احلى جلاش بالقشطه ملعبك. ادي الكسرله اغير، ممكن اغير الجوانتي علشان الطبيعي اي حلو بنخش فيه على طول بنعمل عمليه ايه تغيير للبلانشه والسكينه والجلافزات وكل ده. اتفضلي ست الكل ونبدا ان احنا نشوف مقادير الجلاش بالقشطه من ايد الاستاذه الاعلاميه القديره الاستاذه هبه حسين اللي منورانا النهارده في بيتها. ميرسي يا شيخ مغازي. هو الكل. التلفزيون المصري والقناه الاولى هو بجد بيتنا، ده بيت كل الدنيا يعني، وبيت كل المصري. وبيت كل المصريين. الله يبارك لك. والفضائيه المصريه طبعا متشافه في كل انحاء العالم. بص يا ست الكل، احنا معانا القشطه اهيت عملناها. هي شفت ازاي دي قشطه بيتي اللي هي ازاي بقى بيتي؟ انا لفت نظري ده. حضرتك بتقول في المقدمه ممكن نعملها في البيت، ولا دي المهلبيه؟ هي مهلبيه بس تقيله شويه. شفت ازاي دي تقيله شويه؟ يعني حاطط عليها نشا اكتر، نشا وحليب وسكر وفانيليا. تمام، نشا وحليب وسكر وفانيليا. نشا وحليب وسكر وفانيليا. بناخد زبايه كده. نشا وحليب وسكر وفانيليا عشان النهارده خلاص بتحفظني خطوه خطوه كده. لا لا، الفكره وانا امشي وراك على طول. المشاهدين بيحبوا من الشيف المغاز دايما التركايه ديت، واحده بطاطس على فكره الناس ممكن تحفظ التون بتاع حضرتك اللي بتقول بيه فعلا ويرن في ودنهم بعد كده هم واقفين في المطبخ يفتكروا. بكون مثلا مع الاولاد وبشتري حاجه، بمجرد ما بتكلم بلاقي الكل يبص الشيف المغازي على طول، مجرد ما اتكلم في موضوع. يعني احنا هنعملها صينيه ولا هنلفها؟ هنلفها. حلو قوي. على البلانشه بتاعت حضرتك. طيب. كده استاذنك نشيل دي كده. عينيا. انا هستاذن حضرتك سكينه. تمام. انا عايزك بقى ايه؟ ليه بقى سكينه؟ حضرتك هاتي سكينه كده. ايوه الشهر. وانا هقول لك بقى شيف انا بعمله ازاي. عايزك بقى وانت بتعملي الجلاش ده كده ترجع لذكريات ماما واكله ماما. انا كل اكلي انا كل اكلي اكل ماما. والولاد يقعدوا يقولوا لي بقى ايه، لا على فكره دي مش زي ما نناة عملتها. لا ده اكل نناة احلى. انا بفرح انها كويس. بفرح ان هي مامتي، يعني مش بزعل خالص. اقول لهم ما هي اصل نناة خبره اكتر مني. بس انا بعملها بنفس الطريقه والله يا ولاد. يعني بس هو انا كل تكاتي تكات ماما واكلي كلاسيكي زي ماما. حضرتك مهما تعملي يرجعوا تاني الاكل نينا يعني. لازم نناة هي الاكل المرجع طبعًا. يعني أكلة أمي وذكريات أكلة أمي مهما يجي الزمن ويروح الزمن مش ممكن ننساها. معلقة. إيه الأكلة؟ أتفضل. إيه الأكلة اللي تحبي تاكليها من إيد ماما دايما؟ كل المحاشي. البطة على الطريقة الدمياطي بحبها قوي. المحشية بالمرتة. بالمرتة. قولي لنا بيتعمل إزاي ست الكل؟ أقول لك. علشان إحنا ده أساسي في العيلة عندنا، إحنا عندنا أصول الجدود. أصلا دمياط. حضرتك أصلا من دمياط. وأنا بحب جدودي. بحب بتوع دمياط. هنحط حاجه مع المهلبيه ولا لف على طول؟ زي ما ولا هنحط نزود الحشوه شويه، سمنه شويه جواها. انا هجيب لحضرتك سمنه اهيت عشان تطرى. أيوة. كده ما تبقاش ناشفه من جوه. ممكن تزودي الحشوه شويه كمان اذا انت حابه. زودتها اهو. وادي السمنه. كل حاجه المحاشي عندك. طبعا بكل انواعها ماما استاذه فيها. سجل يا تاريخ. أيوة. الاستاذه هبه حسين الاعلاميه القديره من مقدمه نشر اخباريه وبرامج سياسيه وتغطيه المؤتمرات القوميه بتعمل دلوقتي الجلاش بالقشطه والسمنه البلدي والبلدي يوكل. ريحتها حلوه. وقول لنا البط بالمرته بيتعمل ازاي بالتفاصيل. بس هقول لك بقى بعد اذنك قوليه بطريقه النشره. ده اختبار صعب. انا هقول لك بطريقه النشره. بطريقه النشر. بطريقه النشر. طريقة النشرة ده لغة عربية. طب ما خليها عادي علشان الناس تعرفها كده الأول وبعدين أقولها لك بطريقة النشرة. طب عادي قول يا ست الكل. طبعا احنا بن 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 بنخلي البط عادي جدا. طريقة التنظيف الطبيعية بتاعته ان احنا بنعمله بالدقيق والملح وكده قبل ما نطبخ أي حاجة زي أي طيور. يتنضف بالدقيق والملح. زي أي طيور. وبعد كده بعمل كمية بصل كبيرة قوي. حلو. واحط عليها حمر البصل في سمنه ولا لا بزيت؟ لا 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 بفريه في الخلاط. الكبه. أيوة. وبعدين ما يبقاش ناعم قوي. حل. يبقى شويه خشن. بيقولوا البصل خشن. علشان لسه هيخش جواها فهيستوي. وبحط عليه ملح وفلفل وكمون. حل. كتير. حل. ويتخلطوا مع بعض. وحبه رز صغيرين قوي مش مستوي. يعني رز بس مغسول حبة صغيرة قوي بس البصل هو اللي يبقى اكتر يا شيخ. حلو. وبعدين بحشي مركز معاك يعني بحشي بيها على طول.
وبس بقفل بقى البطه. حلو. وبعدين بنفس الخلطه دي بحط زيها في الميه اللي هتتسلق فيها. حلو. باخد منها حبه احطها في الميه اللي هتتسلق فيها عشان بيدي الطعم بتاعها في ال... احنا مش بنسميها شوربه، بنسميها مرتة. المرتة ف... عشان المزازه والكرمله بتاعت البصله. ايوه ايوه وبعدين بحط في ميه البط وهو بيتسلق نص برتقانه. حلو. علشان بتودي بقى اي زفاره خالص. جديده نص برتقانه. نص برتقانه او بتعصر ليمونه. حلو. لكن انا لقيت ان البرتقان بيدي تسكيره حلوه في يعني طعم مسكر كده في الشوربه، بيبقى حلو وبيدي ريحه حلوه في البط. حلو. برتقان في الكيكه، في البط، في الفليفر الاورنج بالذات عموما طعمه دايما بيبقى هو يخطف الطعم في التيست. وبعدين خلاص بقى بعد ما بتستوي بطلعها بحمرها، سواء بقى في الفرن او بتتحمر في بالطريقه التقليديه يعني على النار في طاسه فيها زيت، بس في الفرن بيبقى احسن لان هو اصلا بيبقى دسم. فبيتحمر وبيبقى تحميرته شكلها حلو وبيبقى اقل دسامه، يعني صحي اكتر ان احنا نحمره في الفرن. بمناسبه الدسامه والاكل الصحي، الاستاذه هبه حسين الرشاقه والاناقه والثقافه، فين هي من المطبخ الصحي في مطبخها؟ انا اكلي كله يعني الاكل التقليدي، فبتهيالي هو الاكل الصحي. حلو. يعني الاكل التقليدي هو الاكل الصحي اللي هو الاكل المتكامل، يعني فيه بروتين، فيه خضار، يعني نخلي على الاقل يوم صحي في البيت. انا ما اعملش قوي معجنات، ما بعملش قوي معجنات وكده. ما بحبش ان هم يطلبوا الاكل الجاهز، لان طبعا الاكل السريع والجاهز ده دهونه عاليه قوي. طب الجلاش كده خلاص هخلص اخر كده. أيوة. وبعدين نبتدي بقى ندهن الوش كمان. سمنه بس لفيته علشان بقى يتحمر في الفرن. ويبقى متقرمش. هندخله الفرن متقرمش حلو بقى.